واول مصاح فيه فيه الى جينا نهضروا على العمل ديال الحكومات المتواليه ووزراء الثقافه اللي تولاو على القطاع، فكان كل وزير كيجي جديد كيجيب معاه شي حاجه جديده. هذاك المصاح راه مرتبط بواحد الخينو سميتو الدعم. هذوك الدوله وطونك دوله وزاره الثقافه راه كدعم مشاريع في الوقت اللي هي ماشي مطالبه كاع. لا ياك ولا لا؟ لان سي كوا سبيكتاكل دو تياتر، جا داو منتج اوتونوم عنده الفلوس. هذا دابا باقي ما كاينش عندنا. دابا بلاتي لا قلت لك زعما هذا هو اللي خصو يكون، هذا هو اللي كاين اون اوروب وفي امريكان، شي اللي كاين كتصوب سبيكتاكل دو تياتر سي يبيعو. انا الدوله انا نعطيك لوتوريزاسيون باش تمشي تخدم. هذه انا متفق معك. الدوله ابعد من هذا في المغرب، كتعطيك دعم المجموعه ديال الفرق في العام وكتعطيك ترويج كاع. الا ما عطاتكش الدعم كتقدم لها عمل اللي درتيه ديجا تعطيك عليه ترويج. السيد الوزير السابق ديال الجاليه السي سي بن عتيق دا مشى ابعد ودار لقاءات مسرحيه. انا استفدت منها شخصيا مع الجاليه المغربيه بفرق مغربيه اللي ولا كنمشي فوالا. صدق كو لو رول ديال الدوله كنظن هادشي ما تشدوا عليا مقال. انا غادي خذ راسك فوالا. الدوله قايمه بالمجهود ديالها وكتعطي دي بونوس كاع.